سلام سلام، ان شاء الله راكم بخير وبصحة جيدة. في الفيديو تاع نهار اليوم راح نشارك معكم تحلية راح تكون بذوقين، بذوق الشوكولا وبذوق الفانيلا. كيما راكم تشوفوا الشكل تاعها راقي ومذاقها من اروع ما يكون. نتمنى لا فيديو تاع نهار اليوم والوصفه تاع نهار اليوم تنال اعجابكم. لاول مره تدخل القناه نقولها اذا عجبتك الوصفه تاع نهار اليوم ما عليك الا ديري اشتراك وتفعلي زر الجرس باه يوصلك جديد. هذه التحليه اللي نحضروها هذه النهارات لوليداتنا راهم مع الامتحانات ومع المراجعه، ان شاء الله ربي يوفقهم اجمعين يا رب العالمين. التحلية تاع نهار اليوم استخدمت فيها هذو الكؤوس ولا هذ لي فيغين، كنت حطيتهم بشكل مائل فوق هذو لي مول تاع سيليكون. نتوما تقدروا تحطوهم فوق لي مول تاع لي كاب كيك كيما تقدروا. تستغناو كامل على الشكل المائل وديروا طبقتين فوق بعضهم. بالنسبه للكريمه الاولى درت نصف لتر تاع حليب، زوج مغارف ولا زوج ملاعق تاع فارينه يعني دقيق ابيض، ثلاث ملاعق تاع سكر. ننصحكم بتحلية باردة كيما هذه للوليدات ان شاء الله ربي يوفقهم، خاصة في الايامات اللي رانا فيهم راهي سخانة. ودرت عليهم رشة تاع ملح، حركت بارد في بارد مليح حتى ينسجموا هذوك المكونات، ومن بعد نديهم على نار تكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى يثقل الخليط. غير يبدا يغلي لي على الاطراف نطفي عليه النار، نحيه من فوق النار ونزيد عليها ملعقه تاع ديساغ ولا تاع تحليه يعني تاع قهوه حليب تاع مارغارين، وزدت قطعه صغيره تاع شوكولا بيضاء اللي راح تمد لي بنه هايله في الكريمه، وزدت نصف ملعقه تاع قهوه حليب فانيلا. خلطت هذه المكونات مليح حتى يذوبوا لي المكونات مع بعضهم، وهذيك لافاني ولا الفانيلا تدخل مليح في الكريمه. ونبدا نديرها في الكؤوس. شوفوا القوام تاع الكريمه تاعنا وشحال راهو هايل. لازم نبقاو نخلطوها مليح فوق النار باه ما تتكتلش، غير نوصل للطرف تاع الفيغين نحبس. هذه الكريمه نخليها حتى تروح لها هذيك السخانه، ومن بعد نديها للفريجيدار ولا الثلاجه تزيد تبرد مليح. كي تبرد لي الطبقه الاولى باه نجي وندير الطبقه الثانيه اللي فيها نصف ريت الحليب، ربع ملاعق اكل سكر، اللي يحب الحلاوه اكثر يزيد مغرفه، ملعقه تاع مايزينا ولا نشا، ملعقه تاع فارينة او دقيق ابيض، ما تعمروهمش بزاف. انا درت زوج ملاعق تاع كاكاو، بالتاكيد الكاكاو يكون ذو نوعيه رفيعه. زدت عليهم باكي تاع فلان وزن 50 غرام ذوق شوكولا، درت عليهم رشه تاع الملح. نخلط ضروري هنا نخلط الكاكاو حتى ينسجم لي مع هذاك الحليب مع المكونات الاخرين باه نديهم فوق النار. ثاني النار تكون متوسطه مع التحريك المستمر. شوف كي يعني يبدا يثقل شويه هذاك الخليط يعني في بداية تاعو، نزيد عليه نص مغرفة تاع شوكولا تختيني ولا شوكولاتة الطلب بذوق البندق. كما تعرفوا الشوكولا والبندق يمشوا بزاف مع بعضهم. صدقوني هاد الطبقة الثانية راح تجيكم هايلة، وشنو لازم تكونوا سريعين مع هاد الطبقة باسكو فيها الفلان وراح تجمد لكم ثم ثم. انا زدت عليها مغرفة تاع قهوة حليب، عطر البندق تقدروا تبدلوه بأي ذوق راه عندكم، تحبوا ديروا كراميل بخاليني، تحبوا ديروا نسكافي، يعني نوازات تجي بنتها بنة. شوفوا درت الفيغين تاعي بشكل مستوي ولا الكأس تاعي بشكل مستوي، وندير الكريمة ولا الطبقة نتاع كريمة الشوكولا ومنطلعهاش حتى الفوق، نخلي شوية من هذيك الطبقة الأولى تبان. راح يجيكم الشكل تاعها مختلف، يجي الشكل تاعها راقي والذوق تاعها بنين بنين بنين، ما عندي ما نحكي لكم. هذاك الفيغين صغيور شوف
يعني الشكل تاع لي فيغين الكبار جا بزاف كلاس، بزاف هايل. المذاق تاعها ثاني روعة. التزيين انا كنت درت تزيين بسيط، كنت استخدمت هذاك الموسلي نقشرو به البطاطا، درت بيه فتات ولا هذوك يعني شوكولا بيضاء وشوكولا بالحليب، درتها هكا كتزيين. نتوما تقدروا ديروا تزيين كيما تحبوا، تقدروا ديروا بالبسكوي، تقدروا ديروا غوفريت، تفتوهم وديروهم كتزيين، تقدروا ديروا خنبل ولا فايتين. هذه التحليه كانت تاع نهار اليوم، المذاق تاعها من اروع ما يكون. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تعجبكم وتجربوها. ما بقى لي نقول لكم الا تهلاو في رواحتكم، مع السلامه.